السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حصة اليوم غادي نتكلموا على درس المثلث قائم الزاوية والدائرة. درس المثلث قائم الزاوية والدائرة من بين الدروس مهمة مع بداية الدورة الثانية، لذلك من أجل تبسيط الأمور أكثر فقمت أولا بإعطاء أهم الفقرات اللي كاينة عندنا في هذا الدرس. لذلك الأشياء اللي غادي نتطرقوا لها في هذا الدرس هي كالتالي: فأولا عندنا الفقرة الأولى وهي فقرة المثلث القائم الزاوية والدائرة. ففي هذه الفقرة غادي نشوفوا جوج الاشياء مهمه جدا. اولا غنتكلموا على الخاصيه الاولى اللي غنستنتجوها انطلاقا من هذه الفقره، وعلى ضوء هذه الخاصيه الاولى غتكون عندنا سوف نقوم باستخراج نتيجه مهمه جدا في البرهنه حول التمارين. ثم غتكون عندنا الخاصيه كذلك رقم 2 والتي تسمى بالخاصيه العكسيه للخاصيه الاولى. بعد ذلك عندنا فقره هامه جدا في الدرس وهي فقره مبرهنه فيثاغورس، واخيرا غادي نشوفوا الفقره الثالثه والاخيره وهي جيب تمام زاويه حادة في مثلث قائم الزاوية. إذا فعندنا أول فقرة وهي الدائرة المحيطة بمثلث قائم الزاوية، والاستخراج أول خاصية نبدأ مباشرة بالنشاط البنائي الأول. أولا أنشئ مثلثا ABC قائم الزاوية في A، ثانيا أنشئ واسطي الضلعين AB و AC لتكون O نقطة تقاطعهما، ثالثا ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للقطعة BC، ثم رابعا ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للمثلث ABC. إذا هو مثلث ABC قائم الزاوية في A، بعد ذلك أنشئ وسطي الضلعين AB و AC. فأولا غادي ننشئ الوسط. درس بطبيعة الحال المستقيمات الهامة في المثلث شفناه كذلك في الدورة الأولى وكذلك في السنة الماضية. فواسط المثلث هو المستقيم المار من منتصف أحد الأضلاع والعمودي على هذا الضلع. بطبيعة الحال تقنية الإنشاء ديال الوسط، فغادي ناخذوا البركة ونحطوه في الطرف الأول ديال القطعة، ناخذوا قوس أول ثم قوس ثاني، نحتفظ بنفس فتحة البركة ونمشيو للطرف الثاني، نحصلوا على تقاطعين. بعد ذلك سوف نربط بين التقاطع الأول والتقاطع الثاني وسنحصل على المستقيم الأول اللي هو واسط القطعة AB. طبعا الوسيط يكون عمودي على القطعة AB. بنفس الطريقة سننشئ الوسيط الثاني، قوس أول ثم قوس ثاني، نحتفظوا بنفس فتحة البركان، ثم سنمشي الوسط الثاني بلون آخر، شبه لنا الوسط الثاني، وهذا هو الوسط الثاني، لتكون أو نقطة تقاطع الوسطين، اللي بالأحمر واللي بالأخضر، هذه النقطة أو تقاطع الوسطين، وسط القطعة AB ووسط القطعة AC. قلنا الآن نمشيو نبرهنوا ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للقطعة BC وماذا تمثل كذلك بالنسبة للمثلث ABC. السؤال الثالث نحدد ماذا تمثل O بالنسبة للقطعة BC وليس بالنسبة للمثلث ABC. لأجل ذلك سوف نستخدم إحدى خاصية الضرس التوازي ومنتصفات أضلاع المثلث اللي شفنا في الدورة الأولى، وتقول الخاصية أن كل مستقيم يمر من منتصف أحد أضلاع المثلث ويوازي الضلع الثاني سيمر من منتصف الضلع الثالث. نلاحظوا هنا عندنا المستقيم او الوسط الاول سميناه دلتا 1، الوسط الثاني ممكن كذلك نسميه دلتا 2، فلدينا ABC سي مثلث قائم الزاويه في A، اذا المستقيم AC يعامد المستقيم AB، ولدينا دلتا 1 واسط القطعه AB، اذا دلتا 1 فهو عمودي على المستقيم AB. AB عمودي على AC وAB عمودي على دلتا 1، إذا كان مستقيمان عمودين على نفس المستقيم فسيكون متوازيان. فالآن عندنا دلتا 1 يوازي AC ودلتا 1 يمر من منتصف القطعة AB، لأن دلتا 1 واسط القطعة AB، إذا دلتا 1 سيقطع BC في المنتصف. بقي كذلك أن نبين بنفس الطريقة كذلك أن المستقيم دلتا 2 سيقطع كذلك BC في المنتصف، لأن دلتا 2 كذلك فهو يمر من منتصف AC وعمودي على AB، أي سيقطع BC في المنتصف. وبذلك كخلاصة عامة نستنتج أن O هي منتصف القطعة BC بإضافة إذا O منتصف القطعة BC ومنتصف القطعة BC.
ماذا تمثل النقطة أو بالنسبة للمثلث أ بي سي ككل؟ فهذا السؤال هذا غادي نرجعوا كما قلنا في الأول إلى درس ديال يعني المستقيمات الهامة في المثلث، وغنتكلموا على الواسطات. وكل شيء شفنا في هذا الدرس أن واسطة مثلث تتقاطع في نقطة تسمى بمركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث، يعني البالهان ديالها بسيطة جدا. إذا ما دامت أو هي نقطة تقاطع الواسطين دلتا واحد ودلتا اثنان، إذا أو هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث ABC. من أجل ذلك نقدروا نديروا يعني واحد التطبيق بسيط، أنا ناخذ مثلا يعني أنواع المثلثات اللي شفنا كذلك. فعندنا مثلث كل زوايا حادة، شفنا في الدرس السابق بأن حينما ننشئ مركز الدائرة المحيطة بمثلث فمركز هذه الدائرة المحيطة فهو يتواجد داخل المثلث ABC. حينما تكون إحدى زوايا المثلث منفرجة كذلك شفنا بأن مركز الدائرة المحيطة بالمثلث فيتواجد خارج المثلث ABC إذا كانت إحدى الزوايا منفرجة. الآن عندنا المثلث الخاص اللي هو مثلث قائم الزاوية، فمركز الدائرة المحيطة بالمثلث بهذا المثلث فبالضبط فهي مركز وتر هذا المثلث. يمكن لكم تقوموا بإنشاء كل يعني هذا يعني هذه الحالات ديال المثلثات ABC SJK و MOP من أجل الوقوف أكثر على الخاصية الأولى. الآن كل مثلث قائم الزاوية فهو محاط بدائرة، مركز هذه الدائرة هو منتصف وتر هذا المثلث. إذن عندنا الآن أول خاصية في الدرس، كل مثلث قائم الزاوية محاط بدائرة مركزها منتصف وتر هذا المثلث. باش نفهموا فقط يعني هذه الخاصية أكثر، نجيو نشرح شوية ماذا يعني بالوتر. فكل مثلث له وتر، والوتر في مثلث هو أطول أضلاع هذه المثلث. وعندنا حالة خاصة في مثلث قائم الزاوية، أن الوتر يكون دائما مقابل للزاوية القائمة. فهنا عندنا الزاوية القائمة، الضلع المقابل لها هو الذي يسمى الوتر. من بعد عندنا نشتغلوا على التطبيق رقم واحد. ABC مثلث AH الارتفاع الموافق للضلع BC لتكون O منتصف القطعة AB. أولا أنشئ الشكل. ثانيا بين أن النقطة O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABH. نحاول أولا ترسموا يعني شكل يعني مبسط، ثم نفكروا جميع في الإجابة عن السؤال الثاني، بين أن O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABH. نبدأ أولا بالفقرة الأولى أنشئ الشكل. فعندنا ABC مثلث، هنا من الأفضل حينما نريد أن ننشئ مثلث يعني فيستحسن أن ننشئ مثلث عادي، يعني ما ندخلوش في الحالات الخاصة كمثلث متساوي الساقين ومتساوي الأضلاع ولا قائم زاوية. فسوف ننشئ مثلث ABC عادي، ثم سننشئ بعد ذلك يعني AH الارتفاع الموافق للضلع BC. فهو الشكل اللي رسمناه، فعندنا ABC مثلث مثلث عادي، ثم عندنا AH الارتفاع الموافق للضلع BC بحيث يكون مرمنا الرأس A، ثم بعد ذلك O منتصف القطعة AB. الآن السؤال هو بين أن O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABH. دائما في ارتباط مع يعني الخاصية الأولى، ماذا عبارة عن تطبيق مباشر للخاصية الأولى، فيجب استحضار أن حينما نريد أن نبين أن O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABH، وإحنا العنوان ديال الدرس المثلث القائم الزاوية الدائرة، فلا بد من التفكير أن ABH يجب أن يكون مثلثا قائم الزاوية. لذلك أول خطوة نمشي فيها أن نبرهن أن ABH مثلث قائم الزاوية. فعندنا ABC مثلث ونشئنا AH الارتفاع الموافق للضلع BC، إذا بكل بساطة سيكون هناك تعامل، إذا ABH مثلث قائم الزاوية. ABH قائم الزاوية في AH، إذا الضلع AB هو الذي يقابل الزاوية القائمة AH، إذا AB سيكون هو الوتر. وما دامت O حسب المعطيات هي منتصف هذا الوتر، بذلك ستكون O هي مركز الدائرة المحيطة بهذا المثلث ABH. عندنا نص البرهنة، لدينا ABC مثلث AH الارتفاع الموافق للضلع BC، إذا المستقيم AH يعامد المستقيم BC، إذا ABH مثلث قائم الزاوية في AH. ومن AB هو وتر هذا المثلث ABH، وبما أن O منتصف الوتر AB فنكون مباشرة سقطنا في الخاصية الأولى، إذا O هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABH.
إذن بعد ما شفنا الخاصية الأولى في الدرس هنتكلموا أنا على نتيجة مهمة جدا خاصة في البرهنة حول التمارين المباشرة وكذلك الغير المباشرة. فABC مثلث قائم الزاوية محاط بدائرة مركزها O. فهذا المثلث مادام هو محاط بدائرة مركزها O أي أن O ستكون منتصف الوتر حسب طبيعة الخاصية الأولى. إذن ماذا سنستنتج؟ بما أن المثلث ABC محاط بدائرة مركزها O وهذا O هو منتصف الوتر، يعني أن النقط A و B و C كلها ستنتمي إلى هذه الدائرة وبذلك ستبعد بنفس المسافة عن مركز الدائرة. كنتيجة عن ذلك فإن المسافة OB ستقايس المسافة OC وستقايس كذلك المسافة OA. عندنا المسافة OB تقايس المسافة OC تقايس المسافة OA. إذن في كل مثلث إذا كان محاط بدائرة مركزها O إذن OA تقايس OB تقايس OC. نقول كذلك أن هذا المركز يبعد بنفس المسافة عن كل رؤوس المثلث القائم الزاوية. نتكلم على تطبيق مباشر لهذه النتيجة. نعتبر الشكل جانبه. ففي الشكل عندنا مثلثين قائمي الزاوية، المثلث الأول هو المثلث ABC القائم الزاوية في C، المثلث الثاني المثلث ABM القائم الزاوية في M. عندنا كذلك علامات تقايس على الضلع AB، يعني أن E منتصف القطعة AB، لأن هذه مختلف المعطيات اللي عندنا في هذا الشكل. فباستغلالك لهذه المعطيات بين أن المسافة EC تقايس المسافة EM. نحاول استغلال النتيجة السابقة وبرهن على أن المسافة EC تقايس. عندنا فيما يخص يعني السؤال بين أن المسافة EC تقايس المسافة EM، فأني قبل فكنا قرينا بطبيعة الحال الشكل وقلنا بأن عندنا ABC متطلب قائم الزاوية في C وAMB قائم الزاوية في M، والمطلوب أن نبين أن المسافتين EC و EM متقايستان. فطبيعة الحال غنستغلوا يعني القاعدة أو النتيجة السابقة. فمادام ABC متطلب قائم الزاوية في C و E منتصف وتره AB، فإذا استخدمنا النتيجة السابقة فالمسافات EB و EA و EC متقايسة. بنفس الطريقة إذا اشتغلنا في المثلث AMB القائم الزاوية في M وتره AB فإن EM تقايس EA تقايس EB. وعلى ضوء هذه العلاقتين يمكن الوصول إلى أن EC تقايس EM. فالبرهنة بتفصيل، فعندنا ABC متطلب قائم الزاوية في C، E منتصف وتره AB، إذن يمكن استخدام النتيجة الأولى أي المسافة EA EB و EC متقايسة. نديرو نفس البرهنة في المثلث الثاني ABM القائم الزاوية في M و E منتصف وتره AB. لاحظونا أن AB فهو يعني كيلعب دور الوتر للمثلثين معا. إذن EA تساوي EB تساوي M. نلاحظوا الآن بين العلاقتين الأولى والثانية، فعندنا المسافة EC تساوي AB تساوي AA و EM كذلك تساوي AB وتساوي AA. إذن نستنتج بذلك أن المسافتين EC و EM متقايستان. الآن فنحن وصلنا إلى الخاصية الأخيرة في الفقرة الأولى، هي فقرة المثلث قائم الزاوية والدائرة، واللي كتسمى كذلك الخاصية العكسية للخاصية الأولى. فغادي نشوفوا نشاط بنائي خاص بهذه الخاصية. أولا أنشئ دائرة C مركزها O وليكن AB قطر في هذه الدائرة، ثم خذ ثلاث نقاط M و C و F على هذه الدائرة C. ثالثا لاحظ أن المثلثات MAB CAB و FAB محاطة بهذه الدائرة C. رابعا تحقق أن المثلثات السابقة قائمة الزاوية. إذن فنجيو نشوفوا الشكل الموافق لهذه هذا النشاط. فعندنا دائرة C أحد أقطارها AB مركزها أو بطبيعة الحال. إذن خذيت النقطة الأولى C وكذلك النقطة M، فبقات ناخذ النقطة F. بنفس الطريقة كنجيو كناخذ النقطة F، المهم أن تنتمي إلى الدائرة، يعني أنها محيط الدائرة C. ناخذ مثلا النقطة الثالثة، هذه النقطة اللي كتنتمي ماشي اللي كاينة لداخل، ستكون كتنتمي إلى محيط الدائرة. فغادي ناخذ النقطة الأخيرة F ثم سأنشئ
بنوع آخر هذا المثلث كذلك اف ا بي هنا كنكون حصلنا على الشكل الخاص بهذا النشاط البنائي. بعد ذلك لاحظ ان المثلثات كلها محاطه بالدائره السي بحال فالمثلثات كما تلاحظوا من خلال الشكل او حتى من خلال قراءه النشاط فبكل بساطه فهي طبيعه ستكون محاطه بالدائره السي لان ا بي وكذلك اف كلها نقاط كتنتمي للدائره. اذا ف ا بي اف محاط بالدائره سي كذلك سي ا بي وكذلك ام ا بي. السؤال الرابع تحقق ان المثلثات السابقه قائمه الزاويه فهنا فقط سوف نتحقق باستخدام ادوات الهندسه. هذا هو الفرق بين اسئله ديال البين وبين تحقق. فنتحقق مثلا باستخدام الكوس فغادي ناخذوا الكوس وفي كل مره لاحظوا غادي نلاحظوا بان الان الكوس ملء الزاوية لأن هذا قائم الزاوية. كذلك الحالة الثانية اللي بالأخضر ونفس الشيء نلاحظه في الحالة اللي في الأسفل اللي بالأحمر كذلك المثلث قائم الزاوية. يعني يمكن نستنتج هنا بأن يعني كل مثلث إذا أحيط بدائرة لكن هناك شرط رئيسي أن يكون أحد أضلاعه هو قطر في هذه الدائرة سوف يكون قائم الزاوية. لذلك نذكر مرة أخرى بالخاصية كل مثلث محاط بدائرة شريطة أن تكون أحد أضلاعه يعني فيمكن أن نأخذ مثلا يعني شكل آخر يعني لاحقا ونشرح أكثر بأن راه ماشي أي مثلث محاط بدائرة فهو سيكون قائم الزاوية لكن فقط في حالة إذا كانت أحد أضلاعه هو وتر أو عفوا هو قطر في هذه يعني فيمكن هنا يعني من خلال ما سبق يمكن هنا بطبيعة الحال استنتاج أن كل مثلث محاط بدائرة لكن أن يكون قطرها هو أحد أضلاع هذا المثلث فهو قائم الزاوية. لكن هذا الشرط هذا فهو شرط رئيسي هو أن يكون أحد الأضلاع المثلث المحاط يمثل قطرا في هذه الدائرة. فيمكن أن نأخذ مثلا مثلث آخر محاط ب يعني بالدائرة السي فنقدر نأخذ مثلا مثلث أ سي إف فأ سي إف مثلث محاط بالدائرة سي لكن إلى جينا نتأكدوا فما غاديش نتلاقوا بأن المثلث أ سي إف قائم الزاوية. يمكن أن نرسم المثلث أ سي إف ولكن أ سي إف هو غير قائم الزاوية. لاحظوا هنا ما كايناش عندنا هنا الزاوية القائمة أكيد هذه كذلك زاوية حادة زاوية حادة إذا فهو غير قائم الزاوية. لماذا غير قائم الزاوية رغم أنه محاط بالدائرة؟ لأن أي من أضلاعه لا تمثل قطر في هذه الدائرة. لذلك تذكروا جيدا الشرط الرئيسي هو يجب أن يكون محاط بدائرة ويجب كذلك أن يكون أحد أضلاعه قطر في هذه الدائرة. إلى الخاصية 2 كل مثلث محاط بدائرة قطرها أحد أضلاعه فهو قائم الزاوية. فقط حاولوا نركزوا مزيان على أن قطرها هو أحد أضلاع هذا المثلث. كذلك الخاصية 2 لها نتيجة هامة اللي بها غادي نشتغلوا كذلك في التمرين كيفما شفنا في الخاصية الأولى عندها نتيجة كذلك الخاصية 2 لها نتيجة. ما تقول هذه النتيجة؟ نعتبر المثلث أ بي إم إذا كان إي منتصف الوتر ب ام او منتصف القطعه ب ام وكانت المسافات اي ا واي بي واي ام متقايسه اي اي ا تساوي اي بي تساوي اي ام فان المثلث ا ب ام قائم الزاويه في ا. تلاحظوا اللي خصنا نتذكروه مزيان هو نتذكروا النتيجتين المستخلصتين من الخاصيتين 1 و 2 ان النتيجه الاولى كان كيكون عندنا مثلث قائم الزاوية وكنستنتجوا أن المسافات متقايسة أي منتصف الوتر يبعد بنفس المسافة عن بقية بطبيعة الحال الحروف ديال أو رؤوس المثلث. والنتيجة رقم 2 أن إذا تحققت المتساوية فإن المثلث قائم الزاوية. الآن نتكلموا على خاصية وخاصيتها العكسية. عندنا نشوفوا التطبيق الثالث. أولا أنشئ مثلثا إي أد متساوي الساقين في إي. ثانيا انشئ النقطة ام مماثلة اي بالنسبة للنقطة ا تكلم على التماثل المركزي. ثم ثالثا بين ان المثلث اي ام دي قائم الزاوية. انا اكيد سوف نستخدم النتيجة اللي شرحناها قبل قليل هي اللي غادي تعاوننا باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا.
إذا فيما يخص الإجابة حول التطبيق الثالث، فأولا سنبدأ بإنشاء الشكل. فهنا يعني قمنا أولا بإنشاء مثلث أدي متساوي الساقين في إي، طريقة إنشاء مثلث متساوي الساقين في إي طريقة بسيطة جدا. كنرسموا المسافة أدي هي الأولى، ثم كنحاولوا ناخذ قوس من البركار اللي يفوت المسافة أدي أو يكون أقل، حنا خديناه يعني يكون أكثر من أدي، ثم قوس أول قوس ثاني، هذا المثلث أدي. بعد ذلك أنشئ النقطة إم مماثلة أ بالنسبة للنقطة إي. يعني عندنا تماثل مركزي مركزه إي، لذلك قمنا بالتمديد نحو الأعلى، لذلك غادي نوضعوا البركار عند مركز التماثل اللي هو إي، ثم نقيس المسافة إي أ، ثم سوف ننجز قوس وغنتلاقاو النقطة إم مماثلة أ بالنسبة للنقطة إي. بعد سوف نقوم بإنشاء المثلث، بعد سوف نقوم بإنشاء المثلث، سوف نقوم بإغلاق هذا المثلث هذا، بالتالي سوف نربط بين النقطة إم والنقطة دي باش نتحصلوا على الشكل النهائي. ها هو الشكل المطلوب، السؤال الأول. السؤال الثاني بين أن المثلث AMD قائم الزاوية. فسؤال بين المثلث AMD قائم الزاوية غنطبقوا فيه النتيجة اللي حصلنا عليها، يعني آخر نتيجة اللي هي مستخلصة من الخاصية 2، هو أنه إذا كانت يعني المسافة AM اللي هي غتلعب الدور ديال الوتر في المثلث AMD، بحكم أن الوتر هو أطول ضلع في المثلث فالوتر هو AM، لذلك النقطة إي فخصها تكون كتبعد بنفس المسافة عن كل رؤوس المثلث. لذلك اللي غنحاول نبرهن الآن، سوف نحاول أن نبرهن بأن المسافة إي أ تساوي المسافة إي أم تساوي المسافة إد. فإذا قضينا نبرهنو على هذه المتساوية فأكيد سوف نستنتج مباشرة بأن المثلث AMD قائم الزاوية. لذلك نحاول نخدمو المعطيات ديال التمرين. مادام المثلث EAD متساوي الساقين فإن المسافة EA سوف تقيس المسافة إد، هذه النتيجة الأولى. وما دامت النقطة M مماثلة A بالنسبة لـ E، عرفوا التماثل المركزي زي ما كيعطينا المنتصف، إذا E غتكون منتصف AM، وبالتالي المسافة EA سوف تقيس المسافة AM. وغنستنتجوا من العلاقتين الأولى والثانية أن كل المسافات متقايسة. هذا نص البرهنة. فلدينا EAD مثلث متساوي الساقين في E، نستنتجوا بأن المسافة EA تقيس المسافة ED، وهذه العلاقة رقم واحد. وعندنا النقطة M مماثلة A بالنسبة للنقطة E، وبالتالي غنستنتجوا كذلك بأن المسافة EA تقيس المسافة EM. إذا المسافة EA تقيس المسافة EM، وهذه العلاقة رقم 2. لاحظوا هنا عندنا EA تتكرر في العلاقة الأولى وكذلك في العلاقة الثانية، نستنتج أن كل نسب ثلاثة متقايسة. إذا من 1 و 2 EA تساوي ED تساوي EM، كنكونوا طبقنا النتيجة ديال اللي درنا انطلاقا من الخاصية الثانية، ومنه فإن المثلث AMD قائم الزاوية. فقد يمكن أن نضيف هذا المثلث قائم الزاوية أين؟ فما دام AM هو الوتر فإن المثلث AMD سيكون قائم الزاوية في النقطة D. إذا في نهاية الدرس حاول نعطيو يعني واحد الخلاصة مركزة حول النتيجتين الأكثر استخداما في التمارين. فعندنا النتيجة الأولى، فإذا كان عندنا مثلث ABC قائم الزاوية في A وكانت إي منتصف القطعة BC، فالنتيجة الأولى تعطينا بأن المسافات EB تساوي EC تساوي EA. النتيجة الثانية، إذا كانوا المسافات EA و EB و EC متقايسة، بحيث بطبيعة الحال أن النقط E و B و C نقط مستقيمية، فالنتيجة الثانية تعطي بأن المثلث ABC قائم الزاوية في A. إذن نتيجتان مهمتان هما الخلاصة العامة اللي خصنا نخرجوا منها من الفقرة الأولى ديال الدائرة المحيطة بمثلث قائم الزاوية. إذا كان عندنا مثلث قائم الزاوية وإي منتصف الوتر، تعطينا أن هذا المنتصف يبعد بنفس المسافة عن كل رؤوس المثلث، وإذا تحققت المتساوية نستخدم النتيجة الثانية، إذن المثلث ABC قائم الزاوية. إذن حسب السؤال كنعرفوا شنو هي النتيجة اللي غادي بطبيعة الحال نخدموا بها في هذا التمرين. في النهاية عندنا واحد التطبيق الرابع والأخير غادي نخليه بطبيعة الحال باش نتوما تشتغلوا فيه. فABC مثلث
ليكون AH وBK ارتفاعان في المثلث ABC، لتكون O نقطة تقاطعهما، ولتكون E منتصف القطعة AB. أولا أنشئ شكلا مناسبا، ثانيا بين أن المسافة EH تقايس المسافة EK، ثالثا بين أن النقط O و C و K و H تنتمي إلى نفس الدائرة محددا مركزها. فالمطلوب هو تشتغلوا على هذا التطبيق الأخير، تحاولوا تنشئوا شكل مناسب للوضعية، تحاولوا تديروا يعني برهانين خاصين بالسؤال الثاني والسؤال الثالث، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نعطي يعني فكرة عامة حول يعني هذا يعني هذا التطبيق الرابع، ثم كذلك سنتحدث عن الفقرة الثانية والثالثة واللي هي مبرهنة فيتا هورس وكذلك جيب زاوية حادة. وشكرا لكم.